هذا الكونتاكت نعيطو معاكم. مرحبا و ألف مرحبا سفيان، شخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك يا ودي سيدي مومو، صافا نتوما بخير كلشي مزيان. مرحبا الغزال، مرحبا حبيبي، مرحبا حبيبي. عيطو لمفتاحة وي مرتك يا سيدي. علاش بغيتي تعيط لها؟ بغيت نشكرها صراحة الله على كاع داكشي اللي دارتو معايا من نهار تزوجنا، وبغيت نقول ليها كنت بكم هذه شحال باش نقول ليها زعما على لانيفيرسير ديالها ونقول لها جويز لانيفيرسير، راه عدات ليها العيد ميلاد ديالها في 39. مرحبا سيدي. واخا وي شوف سفيان، نقول لك القضيه هاد فاش كنعيطوا لشي واحد مباشره قدام الجميع خاصك تكون مجد، حيت اذا ما كنتيش مجد اذا قلت لا لا انا عارف عارف شنقول، انا عيطوا لها ومن بعد تقول لها انا عيطك باش نشكرك، لا 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 جوج لها شي حاجه ما تقول لها زوينه، جوج لها شي حاجه تكون شي حاجه بوم شي حاجه بوم 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 كاع بوم 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 ديال رضوان. وي وي بعدا اول حاجه بعدا غادي تفرح انا بعدا دوز فيس راديو مع سي مومو وراديها بركة عليها صافي تجي بركة عليها ايوا ديرها بركة عليها صاحبي ويلي عندك على 10 سنين والسكران صافي دوز بركة عليها صافي كملي مع مومو الله يعاونك. نعيطو نعيطو لفتاحة دابا حبيبي، نعيطو ليها راسو عيطو الله يحفظك ونتعشى الوالده صافا بخير الحمد لله يوسف بخير غزال الله يخليك اخويا بارك الله فيك الله يحفظك. ممتاز شوف انت عطيني الماكسيموم وصافي في الهضره. مرحبا انا نحاول نعصر راسي ونسكر صافي. شوف اللي شوف الكلمه اللي جات قولها، يا كلشي زوين كلشي الخير اللي جات اخويا قولها. مرحبا الله يخليك. الو مفتاح، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بخير صحتك؟ لاباس الحمد لله بخير. معاك مومو؟ معاك مومو عرفتيني؟ ايوا مرحبا سيدي راديو مرحبا سيدي. مباشرة تقدم الملايين المستمعين والمستمعات، راك معنا في الكونتاكت كاين واحد السيد عطى النيميرو ديال التليفون ديالك باغي يهضر معاك قدم للجميع. واش دوزو ليك؟ دوزو ليك. مرحبا مرحبا والف مرحبا، تهضر مع سفيان. الو سيدي مومو صباح بخير الله يحفظك. هضر مع نعم انا مالي زين ديالي صباح بخير الحمد لله. لاله خطيك داير انت مزيان الله يحفظك. انت شوفي عيطت لك قدام مومو قدام المغاربه كاع كاملين، بغيت نقول لك الله يخليك ليا والله يحفظك وكنبغيك بزاف بزاف بزاف. تا انا لاله خطيك والله يخليك حتى لوليداتك، وشكرا بزاف كاع على اللي درتي معايا سواء قبل الزواج ولا في الزواج. احق بعدا خويا مومو ترى باش تزوج شاب البنيه في راسك علاش ديك الزواج ديال الصحه لاصق فيكم على شنو وقع؟ شنو وقع؟ كانت هكا كيفاش نقول لك زعما فاش جيت نتقدم ليها، المهم كانوا ما بغاوش مالي الدار ديالها بواحد واحد المشقه ديال الانفس عامين 24 شهر وحنا كنعانيو ليزينغ انت غادي خطيبه والو هي اللي بغيتها. ولا الله هادي راه تقولوا والو من الخلاق هي عاتاني هي من الخلاق الحمد لله الحمد لله هي بنت الناس وصبرات معايا في بزاف د المواقف وش نقول لك لا لا خطيك عليا ولا لي انت لا لا خطيك عليا وشكرا بزاف المومو وشكرا بزاف لهذا البرنامج هذه الميسيون شكرا بزاف. مرحبا لاله مرحبا. عاودوا لي اش توقع لكم هذيك ما بين كازا ومكناس؟ انت كنتي في كازا ياك؟ وي انا كنت في كازا وي انا بنت كازا و ابخي لو كونفينمون اضطرينا اننا نجيو لمكناس، كنحبس من الخدمه واضطرينا اننا نجيو لمكناس. ايه الحمد لله ما بغيتيش تعاودي التفاصيل ياك؟ لا بغيت نتفكر ما بغيت نتفكر ديك لي مومو ما بغيتش نتفكر واخا ما كاين حتى مشكل. بالمناسبه سيدي مومو سيدي بالمناسبه راه دارت واحد لونسمون ديال ان نوفو بروجي واحد سونتر دو فورماسيون، كنقول ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. الله يكمل بالخير التوفيق ان شاء الله به. الله يكمل بالخير مفتاحة. الله يكملك بالخير. امين الله يحفظك مومو الله يعاونك. شكرا شكرا الله يسهل الامور الجميع والله يسهل لكم الامور في السونتر دو فورماسيون في كناس. الله يسهل الامور. شكرا بزاف شكرا بزاف خويا مومو. مرحبا سيدي مرحبا مرحبا بكم مرحبا ويكون خير ان شاء الله ونعيطوا معكم اللي بغيتوا قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات. عيطوا 05 30 330 330